برحب بحضراتكم. والفقرة الأولى الحوارية اللي معانا، وأنا بجد في فقرات كده وفي ضيوف ببقى متشرفة بيهم فعلا بزيادة شويتين. النهاردة معانا بطل من نوع خاص، بطل استطاع أنه هو يعبر يعني المانش عام 83 بذراع واحدة، حياته كلها تحديات لدرجة أنه هو اتعمل عنه كمان كتاب اسمه قاهر المانش. ومقدمة الكتاب بالمناسبة كانت من كتابة كابتن محمود الخطيب. هنعرف كل التفاصيل دي وهنسمع وهنتعلم. وحقيقة أنا متشرفة جدا بوجود كابتن خالد شلبي، أول مصري بيعبر المانش بذراع واحد معانا النهارده في 10 الصبح. صباح الجمال والله بجد. ربنا يخليك، ميرسي على ذوقك. وانا يعني انا متشرف ان انا في قناه النادي الاهلي وان انا مع الاستاذه المحترمه العظيمه الاستاذه نهاوند سري. ده حاجه تشرفني جدا جدا. كابتن خالد بجد انا يعني قريت عن حضرتك وقريت جزء برضو من الكتاب بس مش كله عشان ابقى صادقه. وحاجه مشرفه جدا. ومعلش بقى، احنا عايزين الاجيال بتاعتنا واللي اصغر مننا كمان تسمع وتتعلم. بدايه كده كابتن خالد، ازاي اصلا حطيت الفكره في دماغك وانت صغير وقلت انا عايز التحدي ده تحديدا، وازاي كان في صعوبات عشان اقدر ان انا اوصل واعبر المانش، والناس اللي كانت بتقول لك لا يا خالد مش هتقدر، لا يا خالد دي صعبه عليك، لا انا مش. خلينا نسمع من حضرتك. هو الحقيقه البدايه دايما بتبتدي من البيت والاسره، من الاب والام عامه. انا ما اعتبرتش نفسي ان انا عندي اي حاجه. والدي كان بيعاملني معاملة ان انا انسان عادي جدا، ما فيش اي مشكله خالص. كنت بعوم مع الاصحاء وانا صغير في نادي التوفيقيه، وخدت بطولة الجيزة للسباحة تحت 10 سنين معاهم. كنت متميز بحتة ان انا بحاول ان انا اصر ان انا اعمل الحاجة دي يعني. وبعدين لغاية سن 18 سنة ولعبت هاندبول، وكنت لعيب مميز. كنت بلعب هاندبول وكنت وينج رايتس لنادي التوفيقية برضك، وكسبنا بطولة الجمهورية ولعبنا ضد النادي الاهلي ونادي الزمالك وكسبناهم، وكنت لعيب مميز الحمد لله. الفكرة جات لي لما سمعت عن الناس اللي بتعدي المانش بره وفي مصر هنا، لان مصر ليها تاريخ عظيم جدا طبعا، ونهر النيل بتاعنا يشهد على عظمه المصريين في السباحه الحقيقه، مش اي مكان تاني نهر النيل العظيم بتاعنا. والحمد لله اتمرنت سنتين وطلعت عشان اعمل محاوله عبور المانش. كان السنتين عمت في دمياط وعمت بالليل وعمت الصبح. كله بقى لازم الاجواء تبقى بشكل وفي درجه حراره ميه 11 درجه مئويه، وعمت في كل مدن القنال الحمد لله، وفي اسكندرية. كان في حتة عزيمة جوايا، كان والدي طبعا حاططها في قلب الواحد دايما، طالما انت نويت على حاجة تعملها بالزبط. فدايما يبقى عندك الإرادة والعزيمة والإصرار، وفي نفس الوقت برضك إيمانك بالله وتواضعك هو اللي بيخليك توصل للحاجة اللي انت صحيح. عايزها. صحيح. 16 ساعة كابتن خالد. 16 ساعة عوم يعني برضو كتير جدا ومتعبة جدا. ده احنا ما بنعوم ربع ساعة بنتعب يعني. فترات الراحة كانت ازاي وقتها؟ وحضرتك عمت بين يعني كان انجلترا وفرنسا برضو صح كده حسب معلوماتي؟ لا خلينا نسمع القصة بقى. حاضر. نفسها. حاضر. انا عبور المانش نفسه هو بيحد بحر المانش ده من الشمال لبحر الشمال، ومن الجنوب المحيط الاطلنطي، وبعدين من جنوب انجلترا لشمال فرنسا من دوفر لكاليه. انا كل الوقت الحمد لله، انا بقول لك دي يوم من عمري في السباحه مع الله في تسبيح ربنا بمنتهى الصراحه يعني. انا دايما احب قبل ما انزل برمي كل حاجه لربنا، انا عملت اللي عليا، لكن حاطط ربنا في الاول وفي الوسط وفي الاخر. فدايما ربنا تلاقيه بيقف مع الانسان اللي بيبقى متواضع وحاطط دماغه لتحت عشان يوصل بالظبط الاصرار والايمان بنفسك والايمان ان ربنا هيوفقك. الحمد لله. فنزلت ما فيش على لساني الا الله لا اله الا هو الحي القيوم الحمد لله الى الاخر، لغايه ما خلصت نص القران اللي انا حافظه الحمد لله. ودي كانت بتديني دفعه وحسستني بامن وبامان الحمد لله. وبعدين كان فيها حته بقى الوطنيه بقى، ان انت بتحب بلدك ونفسك تعمل حاجه طبعاً. تمثل بلدك وتشرف بلدك، واسمك يتكتب في موسوعه جينيس، واسمك يتحط في كتاب عبور المانش كاول مصري. والحمد لله لغايه النهارده بعد اكتر من 38 سنه ما لسه ما طلعش سباح بيعوم بايد واحده عشان بالزبط. يكسر بالزبط. الرقم الحمد لله. بنتكلم بقى في سنه 83 الاحتفاليه بيك بقى كابتن خالد كانت عامله ازاي بقى يعني وقتها لما عبرت المانش ورفعت اسم مصر وحاجه كانت محترمه قوي وقتها، والصحف كتبت وشفت انا مانشيتات. الاحتفاليه بقى الدوله ازاي احتفلت بيك وقتها يعني، لو تقول لنا كواليس برضه. والله كان في زمان الله يرحمه كان الدكتور عبد الاحد جمال الدين كان وزير الشباب والرياضه ساعتها، وكان في الاستاذ سعيد حشمت، كانوا مستنيني في المطار
كابتن عبد اللطيف ابو هيف جيت له طلع لي سلم الطياره وجابني من فوق، والدي الناس حبايبي اصحابي اللي في النادي، كانت مظاهره حب من مطار القاهره لغايه نادي التوفيقيه للتنس في مدينه الصحفيين، الناس كلها معايا شايلاني على كتافهم. ده بالدنيا وما فيها يعني، الحمد لله. طبعا حاجه جميله جدا. وبعدين بقى كتاب قاهر المانش، خلينا بقى نعرف اصلا فكره الكتاب وفكره برضو ان كابتن محمود الخطيب اكيد كان ليك لقاءات معاه والكلام اللي كتبه، يعني خليني اعرف او كلنا طيب نسمع. انا هحكي قصه حصلت معايا مع كابتن محمود الخطيب من اكتر من 40 سنه ولسه مأثره فيا لغايه النهارده، ويمكن خلت اسلوب حياتي يعتمد على جزء من التربيه والحاجات اللي شفتها من الناس الافاضل زي الكابتن بيبو. ومش بقول الكلام ده عشان في قناه الاهلي، انا بقوله من قبل ما اجي لحضرتك وبقوله في كل حته، لان انا عشت في انجلترا 20 سنه، اتقابلت مع مصريين كتير واتقابلت مع ناس كتير، حكيت لهم اللي حصل معايا مع الكابتن محمود الخطيب. انا لما طلعت المنش كان اتحاد السباحه مش مصدق ان انا ممكن اعمل المحاوله. فقالوا لي مين السبونسر بتاعك او مين الممول بتاعك؟ فرحت لوالدي بقى وبعيط له كده، بقول له يا بابا بيقولوا لي سبونسر. سنه 83 ما كانش فيه بقى يعني لسه الثقافه دي مش موجوده. الثقافه مش موجوده. فقال لي يا ابني قول لهم بابا موجود وهو اللي هيدفع لي المحاوله. رحت وربنا كرمني ونجحت. وبعد ما نجحت الحمد لله كنت عايز ارجع بقى مصاريف اللي صرفها بابا، يعني عشان اقول له متشكر وكده، يا ابويا انت عملت كتير ميرسي كتر خيرك وكده. فما لقيتش استجابه ساعتها من المسؤولين كانوا في الاتحاد. فكان ليا صديق في المدرسه كان اسمه الكابتن مجدي يعني بعد فوزك ما كانش في حتى وقتها استجابه من الاتحاد ان هم لا 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 موضوع غريب المفروض يعملوا لك مكافاه اصلا كبيره. الحمد لله يعني ماشي. بس المهم يعني فظروفي كانت كده ساعتها. المهم فكلمت الكابتن مجدي عبد الغني، كان زميلي هو في المدرسه في ثانوي، فقال لي اللي هيحللك الموضوع ده الكابتن محمود الخطيب. رحنا النادي الاهلي، قعدت على سلم النادي الاهلي كده، كان لسه البوابه القديمه، ومجدي كلم الكابتن محمود وقال له خالد ده عنده حصل معاه مشكله كذا كذا وعايز يعني يسترد الفلوس بتاعت والده يعني وكده. رفع سماعه التليفون، كلم الدكتور عبد الحق جمال الدين، قال له البطل خالد شلبي ده طلع على حسابه ومثل مصر ونجح وكده. تاني يوم الصبح لقيت 10,000 جنيه شهادات استثمار جايه لي من وزاره الشباب والرياضه، جزء منها مكافاه وجزء منها المصاريف اللي صرفها والدي على محاوله عبور المنش. المهم بقى ان انا بعديها ما شفتش الكابتن محمود لمده 38 سنه. مفيش علاقه مباشره خالص. بيني وبينه اكتر بس من الموده والحب في الله من بعيد كده، ولما بتيجي سيره الراجل ده دايما بذكره بالخير. كنا بنعمل بطوله للولاد في قدام النادي الاهلي من سنتين تقريبا علشان نختبرهم ليستحملوا الميه الساقعه ويعوموا في ميه النيل. فاستاذنت كن العميد محمد مرجان كان مدير النادي ساعتها، واستاذنته ان يكون موجود الكابتن محمود الخطيب علشان يدي اشاره البدء للولاد دول. وقابلت الكابتن محمود وفكرته باللي عمله معايا من 38 سنه. لقيته مش فاكر الحقيقه وبيقول لي، بقول له شكرا، قال لي اشكر ربنا لان ربنا هو اللي بيسبب الاسباب. فدي من الحاجات اللي اتعلمنا منها الرجوله والاحترام والموده والرحمه من غير ما يكون ليك مصلحه او منفعه شخصيه مع حد. ودي حاجات اللي بنينا عليها حاجات كتير في حياتنا، زي دول بعتبرهم قمم يعني الحمد لله. كابتن خالد يعني تسمح لي لو الكلام ده مش مجامله تماما فضل. لان انا قابلت كتير، دي دموع بقى ولا ايه يعني؟ ده كلام يا كابتن خالد والله يعني طبعا اكيد حضرتك لما بتفتكر بتتاثر، ده شيء طبيعي طبعا. جدا وحاجه جميله، بس احنا مش عايزين دموع بقى. لا الحمد لله احنا فرحانين بحضرتك جدا. شوف على مدار كام سنه والله بجد حضرتك مثال مشرف بجد للمواطن المصري والرياضي المصري والله بجد. انا عايزه اروح وحضرتك اللي تفيدنا ونتعلم من كلامك طبعا. فكره هنا وكان لينا كذا لقاء انا وكريم في هذا البرنامج يعني مع بعض من المواطنين وزملائنا وابطالنا يعني من ذوي الهمم، وقد ايه قدروا ان هم يحققوا على ارض الواقع حاجات ربما اصح هقول بدنيا، لان الاعاقه ليست في الجسد، الاعاقه في فكره ان انا اقنع نفسي انا لا استطيع. لما واحد يقنع نفسه مهما كان هو لا يستطيع عمل شيء، ما هو دي الاعاقه. لكن انا بتحدى اي ظرف عندي بدني او غيري او غيره، فهو ده الاصرار، هو ده النجاح او بدايه النجاح. خلينا نسمع ونتعلم وازاي بيبقى فيه هذا الاصرار. سبحان الله الواحد يعني زي حضرتك قلت لنا دلوقتي، ناس كانت بتقول لك مش هتقدر، ده الاتحاد يقول لك يعني لا في صعوبه، لكن
الموضوع مش كده ابدا. ده البارالمبياد كمان كان ميداليات اللي حصلنا عليها اكتر بكتير. بيبقى الروح ازاي؟ يعني انا عايزه اخش جوه المخ. حاضر. عايزه اخش يعني نتعلم من حضرتك. يعني الاعاقه بعتبرها انا اعاقه في العقل وفي القلب. صحيح. العقل يعني انت بتفكر روحش ناحيه الناس وناحيه البيئه المحيطه حواليك. القلب ما بتحبش حد ودايما عندك داوتس او شك في اللي قدامك وانت مش سليم. لكن ان انت يكون عندك نقص في ايد في رجل في اي حاجه ما اعتقدش ان دي بتبقى الاعاقه، لان احنا كلنا بالمناسبه قادرون باختلاف. انا بقول قادرون باختلاف ونحن قادرون على اننا نختلف في حب مجتمعنا، في حب بعضنا، فان احنا نعامل بعض باحترام. ده يبقى من الاساس ان احنا عمرنا ما نختلف ابدا على ان احنا نبقى وان يونت متحدين في كل حاجه، بنحترم بعض، بنحب بعض في الله، بنحط في اعتبارنا ان كل حاجه بايد ربنا، نمره واحد واثنين، بنعمل اللي علينا والباقي كله على ربنا. البطل مش بطل انه بيحقق ميداليه. البطل باخلاقه، باسلوبه، بسلوكه مع الناس. زي ما بنقول كده على النادي الاهلي، النادي الاهلي اسلوب حياه مش نادي القرن بس. صحيح. النادي الاهلي اسلوب حياه، وفي بعض الاحيان كنا بنسميه ضحكه مصر وبسمه مصر. ده النادي الاهلي. ودي الرياضة المصرية، وده اللي بنتمناه للمجتمع الرياضي المصري، ان يبقى الأخلاقيات والأساس في التعامل الاحترام والمودة والرحمة بتاعت ربنا تكون موجودة بين الناس. صحيح. هنبقى أبطال عالم. صح. لما ده يتحقق نبقى أبطال عالم. نتقبل بعض ونتقبل الاختلاف، لأن حضرتك كمان في جيل حضرتك كان الموضوع صعب شوية، لأن الثقافة ما كانتش زي دلوقتي. ربما دلوقتي الدولة ابتدت تهتم جدا بفئة ذوي الهمم، فأصبح مزبوط. المجتمع مجبر إن هو يغير ثقافته، لازم القرار يجي من فوق، وده حصل. زمان جيل حضرتك برضو الموضوع ربما كان أصعب شوية، لأن ما كانش في تقبل في الشارع زي مزبوط. دلوقتي، فالموضوع كان أصعب. وانا كنت بهدف لحاجه كمان مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ان احنا بنحاول نعمل كومباتبل تقارب ما بين ذوي الاحتياجات الخاصه والاصحاء. بمعنى ايه؟ عايزين نكون احنا ليد للعالم كله، ان انا مش لازم يبقى البارالمبي والاولمبي ده يبقى في وقت وده في وقت. يعني بطوله ويمبلدون الاخيره حضرتك للتنس كان في نفس الوقت اللي هم الاصحاء بيلعبوا فيه في الفاينلز والنهائيات وكده، كان في ذوي الاحتياجات الخاصه على كراسي متحركه في نفس الوقت. فالجمهور عنده شغف انه يتفرج ويشوف ويشجع وياخد ثقافه التعامل مع ذوي القدرات الخاصه اللي هم القادرون. صح. باختلاف. فبالتالي لما بيحصل الكومباتبل ده والتقارب ده بيحصل عمليه دمج، الثقافه بتتغير. لما بشوف واحد ذوي احتياجات خاصه اتعامل معاه طبيعي ازاي؟ اتعامل معاه عادي ازاي؟ طبعا. يبقى فرد طبيعي في المجتمع. طبعا. وطبعا السياسه اللي حطتها الدوله والحقيقه الدعم اللي وصل من القياده السياسيه موجوده عندنا، وعي محترم جدا، المحبه والموده والرحمه اللي موجوده اللي بتتقدم النهارده من خلال المجتمع المصري لذوي الاحتياجات الخاصه انا ما شفتهاش. ما حضرتهاش. دي حقيقه. دي حقيقه والله. ده واقع يعني. فالنهارده بنشوف حاجات بتحصل، بنشوف رئيس جمهوريه بينزل بالعجله، بينزل بيدي مثل للناس كلها ازاي تلعب رياضه، وزير الشباب والرياضه عامل المبادره بتاعه دراجتك دخلك، في حركه بتحصل، في زخم رياضي بيحصل في مصر، وزي ما قلت لحضرتك الرياضه هي اسلوب حياه. ويمكن احنا لسه متكلمين عن كذا مبادره فعلا ليها علاقه بالدراجات وكده، كان معانا النهارده حضرتك تبعتنا يعني. حاجه جميله جدا. طبعا الثقافه ابتدت تتغير شويه. يعني احنا عندنا حته ان احنا زي ما كنت بتكلم والله اركن لي في اقرب مكان. مظبوط مظبوط حضرتك. مش بنقدر نمشي خطوتين. فده غلط جدا، لان احنا حتى في سننا واصغر مني وفعلا مزبوط. احنا خدنا على كده وده غلط جدا. يعني نفس المشروع بتاع كايرو اللي هو اللي بتاع الدراجه، كايرو بايك. كايرو بايك ده موجود في ليفربول وموجود في لندن وموجود في كل دول للعالم. بتعمل على الانترنت، بتعمل تحجز اسبوع لنفسك، بتاخد الكود نمبر بتحطه في عند مكان الدراجه وتاخد الدراجه تنتقل بيها من مكان لمكان. ممكن تركن عربيتك عند مترو الانفاق وتاخد بس كده، ولا بقى ركنه ولا زحمه ولا الحاجات دي كلها. لندن ما تتدخلش دلوقتي، يعني انجلترا لندن ما تعرفش تخش بعربيتك. لكن الناس بتركن بره وبياخدوا العجله ويخش يشوف شغله ويخلص ويطلع يحط العجله تاني مكانها. فالثقافه دي لما بتتربى بتربي حاجات كتير بقى، ازاي احافظ على العجله اللي معايا؟ أيوة. ازاي اعامل الحاجه باحترام؟ صح. ازاي وانا ماشي بعربيتي او ماشي بالعجله ما ارميش ورقه في الارض؟ ازاي نحافظ على المظهر الجمالي؟ يا ريت يا كابتن خالد، ده حاجه نتمناها. كل السلوكيات دي تتحسن. يعني لان احنا في الاول وفي الاخر يعني احنا اللي بنتضرر. يعني لو انا أكيد. دلوقتي داخل بلدي انا سلوكي وحش، فانا اللي بتضرر في الداخل، محدش من الخارج بيتضرر.
بضطر انا بدور نفسي بينعكس يعني على كل حاجه الحقيقه. فان شاء الله اللي جاي جميل واحسن، وان شاء الله هنغني لبلدنا ونغني للنادي الاهلي ايه اليوم الحلو ده ان شاء الله. ان شاء الله كابتن خالد، انا عايزه من حضرتك، الوقت طبعا بيجري، بس انا لازم اخد يعني من حضرتك كده زي رساله تشجيعيه لبعض الاشخاص اللي بينا اللي احنا بنفتخر بيهم من ذوي الهمم، لربما لسه ما عندهمش هذه الطاقه الايجابيه او الاصرار او القدر من العزيمه اللي يقدر ان هو من خلاله يتحدى بقى اي ظروف محيطه بيه او بيمر بيها ويبدا ياخد خطوه نحو النجاح وتحقيق الذات، لان موجوده مش يعني طبعا. دي موجوده برضو ما زالت عند البعض. فرساله من بطل يعني قدر ان هو يتحدى كل حاجه الصراحه، الحمد لله. هم بحضرتك بنفسك تقولها لهم، ما فيش حاجه اسمها مستحيل، طول ما في ربنا موجود، طول ما في امل، طول ما في حياه، طول ما انت بتتنفس يبقى انت قادر تعمل. صح، ما تحطش في بالك ايه اللي حواليك، شوف انت ممكن تعمل ايه باقل الامكانيات الممكنه، ابتدي وحط خطوه على الطريق وتوكل على الله وحط ربنا في قلبك ولو بروفايل، يعني وطي كده لتحت شوية، هتعدي أي ريح هتقابلك، بس يكون أنت عندك جواك حب لله، حب لبلدك، حب للناس اللي حواليك، ربنا هيكرمك ان شاء الله يا رب باذن الله. وكل التوفيق لحضرتك كابتن خالد. يعني ما فيش اي كده اخبار برضو عن حاجه قادمه لحضرتك دلوقتي؟ ان شاء الله باذن الله. عاملين تتابع لعبور بحر المنش، السباحين من ذوي الاحتياجات الخاصه من المانيا 2 و3 من جمهوريه مصر العربيه، وانا نازل اكمل مع السباح محمد الحسيني اللي هو كان سياده الرئيس كرمه في 2017، وحضرتك كنت استضفتيه قبل كده. ايوه طبعا. وان شاء الله طالعين التتابع ده عشان نعمل حاجه لبلدنا، وانا كان 63 سنه نازل اعوم معاهم عشان. طب والله مش باين عليك بقى كابتن خالد، والله ما باين 63. انا قلت 55. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله الحمد لله. لا فخور الحمد لله، ومبسوط من كل سنه عشتها من عمري لان كلها كرم من ربنا. ربنا يوفقك كابتن خالد، وهنتقابل تاني اكيد. شرف ليا. شكرا لحضرتك جدا. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا لهذه الفقره، هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.